الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من قطعت رجله فهل يصلى عليها وهل لا بد من دفنها في المقبرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التابع تابع، يعني أن التابع في الوجود تابع في الحكم، والمتقرر عند العلماء أن البعض يتبع الكل، فهذه الرجل إذا قطعت من الإنسان بسبب إقامة حد أو غرغرينة أو جهاد أو نحوها من الأسباب فإنها تكون في دفنها وجوبا من عدم دفنها تبعا لكلها، أي تبعا للجسد كله. فإذا كان الجسد يجب دفنه فإن هذا العضو المنفصل يجب دفنه تبعا له، وإذا كان الجسد لا يجوز دفنه فإن هذا العضو الذي انقطع في حال لا يجوز فيه دفن الجسد فلا يجب فيه دفن العضو أيضا. فإذا انقطع هذا العضو من جسد حي فإن الحي لا يدفن، فكذلك هذا العضو لا يجب دفنه. ونحن إذا قلنا لا يجب دفنه لا يفهم منا أننا نمنع دفنه، وإنما ننفي الوجوب فقط، وأما الجواز فلا بأس بذلك أن يدفن أو يرمى في مكان آخر، ولكن إن دفن فهو الأفضل خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو لم يدفن فإنه لا يعتبر أننا وقعنا في حرام، فإن العضو المنفصل إنما يجب دفنه إذا كان قطع من جسد يجب دفنه. وكذلك إذا قطعت يد السارق فإن جسده الآن ليس من شأنه أن يدفن لأنه لا يزال حيا، فكذلك هذه اليد لا يجب دفنها لأنها تابعة له، لكن إن دفنت فهو الأفضل والأكمل. ولكن إذا انقطعت رجل إنسان في الجهاد وقد مات هو فإن كله يجب أن يدفن، أي جسده يجب أن يدفن، فكذلك هذا العضو الذي انفصل منه يجب أن يدفن. وكذلك إذا تقطعت بعض أعضاء الإنسان في حادث سيارة أو دهس عافانا الله وإياكم وتوفي في هذا الحادث فإن جسده يدفن، فكذلك بعضه الذي تقطع منه يدفن. فالتابع في الوجود تابع في الحكم، فلا يجب أن ندفن عضوا انفصل من حيوان من إنسان حي، لكن إن دفناه فهو الأفضل، ويجب علينا أن ندفن العضو إذا انفصل من إنسان ميت، والله أعلم.